تعاني جماعة الإخوان المسلمين من انهيار داخلي إثر الانشقاقات والانقسامات وصراع الجبهات منذ اختيار إبراهيم منير قائما بأعمال المرشد العام للجماعة بعد أيام من اعتقال أجهزة الأمن المصرية للقائد السابق محمود عزت في أغسطس 2020. إبراهيم منير الذي كان يعيش في لندن بعد توليه منصبه الجديد قام بحل الأمانة العامة وشكل لجنة لإدارة الجماعة، ما أثار حفيظة الإخوان في اسطنبول بقيادة محمود حسين. وسرعان ما تفاقمت الأزمة وأعلن فصيل اسطنبول حسين قائما بأعمال المرشد، ثم بدأ الفصيل بمحاولة الاستيلاء على الموارد المالية والمهام الإدارية والتنظيمية داخل جماعة الإخوان. وليس هذا فقط، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث دعا شباب الجماعة في مصر وتركيا إلى تجديد بيعتهم لمحمد بديع الذي لا يزال رسميا المرشد الأعلى للإخوان على الرغم من اعتقاله عام 2013 لتورطه في نشاط إرهابي. هذا الخلاف التنظيمي والإداري ألحق أضرارا بالغة بصورة الإخوان وسمعتهم، فحين اتخذ بعض الأعضاء موقفا داعما لهذا الفصيل أو ذاك، علق عدد كبير من الأعضاء عضويتهم أو أنهوها. حالة الانقسام والتشرذم الداخلي غير المسبوقة التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين تتفاقم الآن بوفاة إبراهيم منير. فوفاة منير ستضعف جبهته وستؤدي إلى مزيد من الانقسام داخلها، بحيث لا يصبح الصراع بين ثلاث جبهات فقط، هي جبهة إبراهيم منير وجبهة محمود حسين والجبهة الثالثة التي عرفت باسم المكتب العام. وإنما سيحدث انقسام داخل جبهة إبراهيم منير نفسها، وهنا سينقسم المقسم ويتجزأ المجزأ داخل التنظيم، لتكون وفاته بمثابة نقطة فارقة في الصراع الدائر داخل الجماعة بين الجبهات المنقسمة. وسيكون ذلك لصالح جبهة محمود حسين، خاصة وأن منير الذي كان ماكرا ويتمتع بقدر من الذهاء فضلا عن شخصيته الكاريزماتية، لم يترك إلا شخصية ضعيفة لخلافته قد لا تكون قادرة على استكمال الصراع. ومن المتوقع أن تصدر جبهة محمود حسين بيان نعي تؤكد فيه حسم الصراع لصالحها قبل أن تعلن فيه وفاة الرجل الذي سبق أن أعفته من الجماعة، وهو ما يثير حالة من الاحتقان داخل الجبهات المتصارعة، لأنه سيفهم على أنه تشفي في الرجل. في المقابل سيتولى محي الدين الزايد نائب إبراهيم منير التنظيم بعد الوفاة مباشرة، وبالتالي تؤول كل صلاحيات منير إليه. وبغض النظر عن المخالفة اللائحية في ذلك، فإن الزايد ليس بقوة محمد حسين ولا كاريزما منير الذي خلفه في المنصب، رغم أن وفاة منير تشكل ظاهريا مكسبا للجبهات الأخرى المنافسة، لكن في واقع الحال تعد الجماعة برمتها خاسرة بالنظر لوزن إبراهيم منير التنظيمي وأهميته في سياق نشاطات التنظيم الدولي للإخوان. والأكيد من كل ذلك أن جماعة الإخوان المسلمين المتفككة داخليا والمحاصرة من جميع الجهات بدول قوية تعتبرها تهديدا، تواجه خطرا قاسما لم يسبق أن واجهته في تاريخها الممتد على مدى 90 عاماً.